السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا عن عزة. طبعا الحلقة اللي فاتت خدنا وقت مستقطع واتكلمنا عن عزير، وهو مرتبط بموضوع عزة لأن كتير من المفسرين الإسلاميين اللي كانوا في بداية القرون الأولى قالوا إن عزير هو عزة، وبالتالي كان منطقي إنها تتحط في السياق. النهاردة هنتكلم عزير وأهم إنجازاته. أهم إنجازات عزير، الشيء اللي خلاه أسطوري، الشيء اللي خلاه قوي، الشيء اللي خلى ذكراه ومكانته مبجلة في اليهودية، زي ما شفنا بعض اليهود المحافظين أو المتحفظين بيقولوا هو سكند بعد، هو الثاني في المقام بعد موسى عليه السلام، رغم كل الأنبياء العظام اللي مروا بتاريخهم من داوود وسليمان وإلياس وإليشع وحزقيال وإشعياء وغيرهم كتير من الأنبياء، لكن عزة بيجي التاني بعد موسى. وبعض اليهود زي ما نقول المتعصبين بيحطوا عزة قبل موسى، وكل ده لإنجاز كتابة التوراة، إن عزير هو اللي أعاد كتابة التوراة. وناقشنا الموضوع ده من وجهة نظر أبو كريفة، ومن وجهة نظر الكتاب المقدس، ووجهة نظر التلمود. لكن في جزء لازم نتناوله عشان نشرح جميع جهات الموضوع، يعني نتناول الموضوع من جميع زواياه، وهو وجهة نظر علم الآثار. هل في شك إن عزة هو اللي كاتب الكتاب المقدس ولا لا؟ وهنستعين بكتاب التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتها، رؤية جديدة لإسرائيل القديمة، طبعا لإسرائيل فنكلشتاين. بعيد عن الكتاب ومحتواه، وعشان اللي ما قراش الكتاب يبقى فاهم إن الكتاب أصلا في غرضه، وإن كان يظهر لك إنه يهاجم التوراة وإنه بيحاول يثبت إنها مش صحيحة، إلى إنه في النهاية بيرجع لنصوصها وبيحتكم لها فوق التاريخ، وبيحاول يثبت ان اليهود هم السكان الاصليين للمنطقة. وده طبعا يعني زي ما بقول ضرره اكثر بالنسبة لنا من نفعه، فالناس اللي فرحانة بالكتاب قوي اهدى شويتين عليه قبل ما تروج له كتير. احنا هنستعين بالجزء الاولاني، هو بيكتب وجهة النظر العلمية، مش وجهة نظر هو، عن من كتب اسفار التوراة الخمسة ومتى. ماشي، كفاية كده مقدمة، نبدأ في الأحداث. بسم الله. لقرون عديدة عدى قراء الكتاب المقدس العبري كأمر مفروغ منه أن الكتب المقدسة كانت وحيا مقدسا، وافترضت المراجع الدينية الرسمية سواء اليهودية أو المسيحية بشكل طبيعي بأن كتب موسى الخمسة إنما أنزلت عليه، وأنه قام بكتابتها بنفسه، وذلك قبيل موته مباشرة. وهنا وقفة، بالفعل الكلام ده ما حصلش. اللي كان بيفترض كده الكهنة والأحبار الأقل مكانة ومنزلة في العلم، لأن شوية علم بساط وإنك تقرأ الكتاب هتفهم إن عزرا أعاد الكتاب. وكان الاختلاف زي ما شفنا في التلمود اللي من سنين طويلة قال إن عزرا غير وعزرا حط صيغ. فبمجرد ما هتقرأ الكتاب هتكتشف ان لا، ما ينفعش يكون موسى هو اللي كتب. لكن الكهنة او زي ما بنقول قساوسة والاحبار الصغيرين اللي بيواجهوا العامة وبيكلموهم كانوا بيقولوا لهم ان موسى. فعشان تكون الامور واضحة، زاد الاعتقاد بان داود الملك هو مؤلف المزامير، وده جزء من العقيدة الإسلامية يعني، أو المزامير بنسختها الأصلية القديمة ألفها داود الملك. لكن هتلاقي هم نفسهم اليهود ناسبين مزامير لناس تانية غير داود، زي إساف، زي بني قورح، وناس تانية كتير. هتلاقي مزمار لإساف زي اللي أنا قريته لكم المرة اللي فاتت، وأنا قلت أنكم أبناء العلي كلكم، إنكم آلهة جمعكم وأبناء العلي كلكم، ولكن تموتون ومثل رؤساء أو مثل آلهة تسقطون. فده تأليف إساف، مش
وإيساف ده ممكن يكون آصف ابن برخية وزير سليمان عليه السلام، وإن كان آصف كما وصف القرآن بأنه ذو علم صعب إنه يقول الكلام ده، بس في النهاية لا، مش كل المزامير منسوبة لداود مرة تانية، وأن الملك سليمان هو مؤلف سفر الأمثال وسفر نشيد سليمان، ده حقيقة. ولكن مع بزوغ فجر العصر الحديث في القرن السابع عشر، وجد العلماء الذين كرسوا أنفسهم للدراسة الأدبية واللغوية المفصلة للكتاب المقدس أن الأمر ليس بتلك البساطة أبدا. لقد أبرزت الحجج القوية للعقل والمنطق عند تطبيقها على نصوص الكتب المقدسة تساؤلات مثيرة ومزعجة جدا حول الثقة التاريخية للكتاب المقدس. كان السؤال الأول: هل من الممكن أن يكون موسى هو حقا مؤلف كل الأصفار الخمسة من الكتاب المقدس العبري المعروف بكتاب موسى، بكتب موسى؟ كيف ذلك؟ والسفر الأخير منها أي سفر التثنية يصف بتفصيل دقيق ظروف موت موسى ووقت وفاته بالضبط. بالضبط طبعا، بس أنا نطقتها بالطريقة المصرية، أنا آسف. ليس هذا فحسب، بل سرعان ما ظهرت تناقضات أخرى أيضا. النص التوراتي مليء بالتعليقات الجانبية الأدبية التي توضح الأسماء القديمة لبعض الأماكن، زي ما مثلا يقول لك مدينة حصون اسمها القديم كذا، أنت قلت الاسم الجديد، المفروض موسى ما يعرفش إن الاسم اتغير. لقد أقنعت هذه العوامل بعض علماء القرن السابع عشر، و أن أصفار الكتاب المقدس العبري الخمسة الأول على الأقل قد كتبت ثم وسعت وزينت لاحقا من قبل محررين مجهولين ومراجعين متعددين على مدى عدة قرون. تعليق: لماذا القرن السابع عشر؟ القرن السابع عشر لأن ده القرن اللي نشرت فيه لأول مرة نسخة من الكتاب العبري من الكتاب المقدس مترجمة بأحد اللغات التي يفهمها الجمهور من العامة، كانت كينج جيمس بايبل تقريبا 1625، إنجيل الملك جيمس. كمان كان قبلها بقرن كان نشر النص اللي هو تكستس ريسبتس، النص المقدس المستلم، والأول مرة أصبح متاح للناس العادية إنها تقرأ الكتاب المقدس. فلو العالم أو الكاهن جه يفسر لك الكتاب بكلام غير اللي موجود فيه، أنت تقدر توقفه وتقول له لأ، إزاي موسى كتب إن هو مات؟ مش عايزين نقول ان الكنيسة الكاثوليكية حاربت بكل الطرق انتشار الكتاب المقدس، وحتى بعد طبعة الملك جيمس لحد البروتستانت، والبروتستانت هم ليهم الفضل الاول في نشر الكتاب وتوسعة نشره، فاضطر الكاثوليك والارثوذكس ان هم ياخدوا نهجهم وينشروه، وده كان ممنوع. فبالتالي اول ما الكتاب اصبح متاح للناس واصبحت الناس قادرة انها تقراه، اولا عدد النسخ وعدد التغييرات قلت، لا. ثانيا وده الأهم، إن بدأت الناس تقرأ الكتاب، تعرضوا للنقد، النقد الحقيقي، فبدأت الأمور تظهر. وطبعا إسرائيل فينكلشتاين هو مش عايز يطعن في الكتاب المقدس للدرجة الكبيرة دي، هو عايز يحطك في وجهة نظر إن ده نص تاريخي كانت التغييرات اللي فيه لحد فترة معينة، وبالتالي يثبت مكان لإسرائيل في فلسطين، والله أعلم بالنوايا يعني. لكن ده اللي انت ممكن تستشفه من الكتاب. ما بحبش ادخل كتير في نوايا الناس، بس عموما انا حبيت افصل لكم ليه بداية من القرن ال17 بدأ الكلام ده يظهر. بدأت الناس تنقد وجهة النظر الكهنوتية العادية اللي كنت تيجي تسأله مين كتب سفر صمويل، يقولك النبي صمويل. مين كتب سفر يوشع او يشوع ابن نون، هو يشوع ابن نون، يقول لك هو يشوع ابن نون. مين كتب اسفار موسى الخمسة، يقول لك هو موسى. لما الكتب اتقرت الكاهن ما يقدرش، او القسيس ما يقدرش يقول في كنيسته كده، الحبر ما يقدرش يقول كده، رغم ان احبار اليهود زي ما قلنا كان عندهم جراءة اكتر في تناول النصوص من فترة زمنية اسبق، زي ما شفنا النص التلمودي حتى وإن كان متأخر سنة 1100 أول سنة نشر فيها التلمود، ففي النهاية هو جه في الوقت ده وقال لك عزرا غير.
بس نسب التغييرات لعزر وخلاها بالروح القدس بقى. انت لما تيجي تقرا النص، لا، في فكر يوناني داخل، الفكر اليوناني كله جه بعد الاسكندر، بس مش وقتنا، مش عايزين نستطرد فيه اكتر. ممكن في وقت تاني هنبين الفكر اليوناني اللي موجود في الكتاب المقدس، مش البابلي، مش المصري القديم، والاتنين موجودين بشكل واضح جدا، لا، اليوناني كمان اللي هو احدث من عزر، ان في تغيير جه بعد عزر. نكمل. عموما مع نهاية القرن الثامن عشر وبدرجة أكبر في القرن التاسع عشر، وهنا كان الكتاب المقدس اتطبع بعدة لغات بقى، وكانت الكنيسة الكاثوليكية بدأت تضعف في القرن التسعتاشر بالذات. بدأ العديد من العلماء الناقدين المختصين بالكتاب المقدس يشكون في أن يكون لموسى أي يد على الإطلاق في كتابة أسفار التوراة، واتجه عديد منهم إلى الاعتقاد بأن التوراة كانت حصرا من عمل كتاب تاليين. وقد أشار هؤلاء العلماء إلى ما يبدو أنه نسخ مختلفة لنفس القصص ضمن الأسفار الخمسة للتوراة، فاقترحوا بأن النص التوراتي كان نتاجا لعدة أيادي يسهل التمييز بينها، فأي قراءة حذرة، والله وغير حذرة، لسفر التكوين على سبيل المثال تكشف عن نسختين متعارضتين لقصة الخلق، فهناك سلسلة نسب مختلفتين جدا لنسل آدم، وهناك قصتان لطوفان منفصلتان. نقف هنا ثواني، هنلاقي ده سفر التكوين الإصحاح الأول: في البدء خلق الله السماوات والأرض، ودعا الله الجلد سماء، أنا بختصر، ومجتمع المياه دعا بحار، وشجرا ذا ثمر، ده كان في اليوم الثالث لو قريت تحت، أنوار في خلد، يعني هو خلق الليل والنهار قبل ما يخلق الشمس والقمر، زحفات، تنانين، عظام، طبعا لأن كان بيؤمنوا بوجود التنين. طبعا في بعض النسخ مترجمها زي النسخة اللي على كنيسة الأنبا تكلا، تنانين مترجمها زواحف، ويبان الله. شوف الكتاب المقدس تنبأ بوجود يعني اكتشف الديناصورات قبل العلم الحديث، بس هي كانت تنانين في النص الأصلي، بهائم ودبابات ووحوش. وقال الله: نعمل إنسان على صورتنا كشبهنا. خدت بالك من الترتيب اللي في الإصحاح الأول؟ روح الإصحاح الثاني: فاكتملت السماوات والأرض وكل جندها، وفزع الله في اليوم السابع من فرغ الله من يوم السابع في العمل وقدسه. وبعدين هتلاقي قصة آدم وحواء: هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت يوم عمل الرب الإله السماوات، كل شجر البرية لم يكن بعد في الأرض، وكل عشب البرية لم ينبت بعد، لأن الرب الإله لم يكن قد أمطر على الأرض، ولا كان إنسان ليعمل الأرض. وجبل الله الرب آدم ترابا من الأرض، ونفخ في أنفه نسمة حياة، فصار آدم نفس حية، وغرس الله الرب له الجنة في عدن شرقا. يعني في الإصحاح الثاني، في الإصحاح الأول، السماء والأرض والشجر والحيوانات كلها اتخلقت، وآدم اتخلق آخر واحد. في الإصحاح الثاني السماء والأرض اتخلقت وبعدين آدم، وبعدين الشجر والحيوانات اتخلقوا بعد آدم، قصتين غير بعض. لو انت قريت الكلام ده في العبري، وانا كان معايا النسخة العبري بس مش هكتر سلايدات عليكم، في الأولى اسم الله تعالى كان أولوهيم، في الإصحاح الثاني هتلاقي اسم الله تعالى يهوى. وطبعا يهوى ما بتتنطقش في اليهودية، فما نعرفش نطقها ايه، يهوى ولا يهوى، ولا حد عارف الاسم المقدس. وبالنسبة لليهود فيقولك الكاهن الأعظم بس هو اللي عارفه، وبيتنقلوا سرا ما بينهم وما بين بعض، وبيتقال مرة واحدة بصوت عالي المفروض داخل قدس الأقداس في عيد الفصح أو عيد معين يعني. وقلنا لما يقال في الكتاب المقدس ان عزرا مجد الرب، يعني ذكر اسمه الرباعي اللي هو يهوه، فمحدش عارف طريقه نطقه يعني. فزي ما شفنا انت عندك في الكتاب نفسه قصتين ورا بعض، هتلاقي للطوفان قصتين. اديت مثال قبل كده في واحده من الحلقات عن الكتاب المقدس، ان في قصه لداود عليه السلام وشاول كان بيجي وراه، شاول اللي هو طالوت، وان داود تمكن من قتله وما رضاش يقتله. اتكررت مرتين بشكلين مختلفين.
بعض الآباء كان بيترجم القصة دي على إن داوود تمكن مرتين من شاول، رغم إن هي صعبة يعني، ملك مرتين يتزنق ويقع تحت إيد الراجل اللي بيطارده وعايز يقتله، والمرتين يعفو عنه ويقول له أنا هطلع أكرم منك، من غير ما يفكروا بالأولانية حتى في التانية. فلو فوتنا دي فقصة التكوين، قصة الخلق مختلفة تماما، مرة بيقول لك الشجر اتخلق وبعدين آدم، ومرة بيقول لك آدم اتخلق وبعدين الشجر. عموما نكمل عشان ما نطلعش. كما شرح ذلك بوضوح العالم التوراتي الأمريكي ريتشارد إليوت فريدمان في كتابه من كتب الكتاب المقدس، وده موضوع كبير جدا، احنا انا هنا في الحلقة بديكو اختصار بس، بأن التكرار المضاعف الذي يظهر لأول وهلة في سفر التكوين وسفر الخروج وسفر العدد لم يكن مجرد روايات مختلفة مذكورة بنحو اعتباطي. الراجل ده قال لك ان لا يا جماعة، ده مش قصص مختلفة بتيجي تتحط ورا بعض بشكل كده، لا ده القصص دي انت ممكن ترتبها وتطلع منها كتابين مختلفين. وسفر الخروج لم يكن بنحو أو تكرار ثاني لنفس القصة، لقد أبقت كل رواية بعض الخصائص التي يمكن تمييزها بسهولة بواسطة الاصطلاحات اللي هي الترمونولوجي. فاكرين لما قلت لكم السفر الأول كان بيذكر اسم الله إلهيم والسفر الثاني بيذكره يهوه؟ هيقول لك هنا فنجد مجموعة من الروايات تستخدم أثناء رواياتها التاريخية الاسم الرباعي يهوه بشكل مستمر، وطبعا بيفترض نطقه زي ما قلت محدش يعرف نطقه الحقيقي. المفروض اليهود بيدعوا ان رئيس الكهنة بالنسبة لهم حتى في وقتنا الحالي هو يعرف النطق، بس طبعا ما ينفعش يقوله علنا، فبالتالي مش هتسمعه. لما بتيجي كلمة يهوه في الكتاب المقدس بتنطق أدوناي، وتبدو مهتمة أكثر بكثير بقبيلة يهوذا ودولتها الجنوبية في رواياتها المختلفة. هنا الموضوع نسبي، ولازم، لان احنا بنتكلم عن اسفار موسى الخامسة بشكل كبير. قلنا في سفر اخبار الملوك الدنيا بتتكرر برضو، ان في قصص بتذكر مرتين وثلاثة وحاجات زي كده، لكن فكرة انك تقول ان القصص اليهوية ممكن بترتبط اكتر بيهود القدس محتاجة دراسة اكبر من كده بشويتين ثلاثة، في حين تستخدم المجموعة الأخرى من القصص الاسم إلوهيم أو إيل في حديث عن الله، وتبدو مهتمة بشكل خاص ورئيس بالقبائل والأراضي التي تقع في شمال البلاد مثل قبائل إفرايم ومنسى وبنيامين. برضو مرة تانية، هل الاستطرادات اللي مكتوبة في الأجزاء اللي يذكر فيها اسم الله في الكتاب المقدس إلوهيم، هل كانت كلها استطرادات عن الشمال؟ دي محتاجة دراسة أكبر، وتاني مني أنا مش من الكاتب، يعني هو ممكن دارسها بشكل كبير، بس أنا حاسس إنها لأ، يعني حاسس إن لأ، بتهيألي في أماكن كتير كانت الاستطرادات كانت بتتكلم على أماكن مختلفة، لأن أغلب المدن اللي اتكلم عنها الكتاب المقدس ما كانش داخل فيها أورشليم قوي، وفي سفر التكوين تقريبا إبراهيم عليه السلام ما دخلش أورشليم خالص، كان قاعد في منطقة بيت الخليل، مش حاسسها قوي يعني. اعتقد ان الاجزاء الاتنين كانوا بيقولوا نفس الاستطرادات، بس هو بالنسبة له عايز يركز على الجزء ده الكاتب عشان يقول لك ان واحد فيهم كان الكتاب المقدس بتاع مملكة الشمال، وواحد فيهم كان الكتاب المقدس بتاع مملكة يهوذا، فضموهم على بعض فتبقى الدنيا اسهل. وده اللي بيخليني متشكك، لان في مصلحة ورا الكلام، لو مفيش مصلحة ورا الكلام عادي يعني ناخده زي ما هو. وقد اعطى العلماء الاسم جي للمصدر اليهودي يهوست، تهجي جهوفا، جي مش جي، جهوفا في الألمانية. وزي ما قلنا ده من الأشياء الغريبة، إن اسم الإله يتغير معاك مع اللغة، وتغير كتابي مش نطقي، يعني فين التقليد؟ يعني اليهود عندهم تقليد، ناس بتنقل لناس، فبالتالي يهوه ثنتها يهوه عند كل الناس لحد النهاردة. لكن انك تاخد الترجمة
وبعدين تنطقها على النطق الجديد للحروف، دي كانت حاجة غريبة جدا في المسيحية بمنتهى البساطة، زي كلمة جو معنى يهودي، المفروض انها بتتنطق كتبت بحرف الجي، حرف الجي بيتنطق في اليوناني وفي طبعا اليوناني ما فيهاش جي، في اللاتيني اللي اتنقل منه للانجليزي حرف ياء، الجي بيتنطق حرف ياء، فبالتالي جيسس كان اسمها ييسس او ييسوس يسوع، جهوة او جهوفا كان بتنطق يهوه في اللاتيني، فانت الكتاب اترجم فنقل الاسم بنفس حروفه للانجليزي، فجم الانجليز نطقوها جي، طب ما الكهنة بتاعتهم محدش صحح لهم الاسماء، شيء غريب ومش موضوعنا خالص يعني، بس هي من الاشياء اللي لازم دايما تقف قدامها يعني. ازاي تجيب الاسم غلط. والاسم اي للمصدر الالوهي او الوهيست اللي هو الوهيم، فبقى عندنا مصدرين دلوقتي، ناس بتحكي القصة وبتكتب عن اسم الاله يهوه، وناس بتحكي القصة وبتكتب عن اسم الاله الوهيم. هذا في حين بدأ سفر التثنية في رسالته المتميزة وأسلوبه الخاص وثيقة مستقلة سميت دي سفر التثنية، وسفر التثنية ليه مكانة عالية جدا عن باقي الأسفار، وزي ما قلت التوراة الحقيقية على أغلب الظن هي بعض إصحاحات من سفر التثنية فقط لا غير، دي توراة موسى، لأن اليهود عندهم جزء من الكتاب المقدس لازم كل يهودي يحتفظ بيه في بيته ويقرأ منه. لما بتيجي تراجع من العلماء اليهود، والتاني لازم نعترف بمنتهى البساطة ان اصعب ناس تحصل منهم على معلومات هم اليهود، فبالتالي انت ليك اللي هم بيقولوه من اكتر من كتاب، هم بضع اصحاحات من سفر التثنية هي اللي شرط وفرض على كل يهودي يحتفظ بيها في بيته، فبالتالي من الوارد جدا ومن المنطقي ان لما جابوا التوراة يحتكموا بيها للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ما جابولوش اصفار موسى الخمسة، جابوله الاصحاحات بتاعت سفر التثنية. وبالفعل هتلاقي الآية العدد اللي بيتكلم عن الزنا وان الزاني يرجم حتى الموت موجودة في سفر التثنية فعليا، وهي دي اللي في الحديث الصحيح، ده النص اللي كانوا جايبينه للرسول يحكم فيه. وبالفعل لما تقرا الاصحاحات دي تقريبا من الاصحاح التاسع من اول ما وقف موسى على الجبل، انا كنت هجيب لكم جزء منه بس فضلت ان انا اعمل حلقة خاصة عنه في موضوع تاني، يبقى المعلومات فيه طز، هتلاقي اللغة اللي فيه نفسها مختلفة، يعني كل الأسفار في الكتاب المقدس من أولها لآخرها بتدي لليهود مكانة عظيمة جدا، شفنا في الحلقة اللي فاتت أبناء الله كلهم. لكن لما تيجي تقرا سفر التثنية هتلاقي موسى بيقول لهم أول كلامه خالص لما بدأ، لما وقف على الجبل وبدأ يقول لهم الشريعة، قال لهم لم تدخلوها بفضل منكم ولكن بسيئات من كانوا فيها. هتلاقي كل الأسفار التانية بتشتم في المصريين، هتلاقي ما عدا سفر التثنية هو الوحيد اللي بيقول له احترم المصري وأكرمه لأنه استضافك في بلده لمدة مش عارف كام سنة، لمدة 400 سنة وكذا. هتلاقي اختلافات رهيبة جدا ما بين السفر ده وما بين باقي الناس، باقي الأسفار. فتاني فاعتبروا سفر التثنية ده مصدر مستقل هو مختلف عن الباقي، والمصدر ده اتسمى دي. ويوجد بين أقسام التوراة التي لا يمكن أن تنتسب إلى جي وإي ودي عدد كبير من الفصول التي تتعامل مع الأمور الطقسية، واتجه العلماء مع الزمن لاعتبار هذه الأجزاء اقتباسا من مصدر طويل دعي بي أو المصدر الكهنوتي بريستلي،
فيبقى عندنا كده توات موسى اربع مصادر، انا كاتبها جي ليه؟ هي جي دي وده صفه تثنيه، اي ده المصدر اللي كان بيدعو الرب باسم الوهيم، جي ده المصدر اللي كان بيدعو الرب باسم يهوه، بي هو المصدر الكهنوتي اللي كاتب الشرائع والقوانين، وفي الغالب بي تقريبا ده كله العزة، يعني ما اعتقدش ان حد كان مهتم بالكلام ده العزة، وخصوصا انك هتلاقي فكره متناسق مع اللي عزة كاتبه في سفر عموما. وبكلمة اخرى هو بقى بيكمل، لقد اتجه العلماء بشكل تدريجي الى النتيجة الحتمية القائلة بان الكتب الخمسة الاولى للكتاب المقدس كما نعرفها الان هي حصيلة عملية تحريرية مقدسة مقعقدة اسف تم خلالها تجميع الوثائق المصدرية الرئيسية الاربعة جي واي وبي ودي ودمجها بشكل ماهر، ولا ماهر ولا حاجة لانك في النهاية تقدر تميز ما بينهم من القراءة الاولى، وتم الربط بينهما بشكل حاذق من قبل النساخ أو المنقحين الذين ظهرت آثار تنقيحاتهم الأدبية وجمل ربطهم دعاها بعض العلماء المقاطع R بشكل جمل انتقالية وتعليقات جانبية تحريرية. تلاقي مثلا وما زال لم يعرف قبره حتى الآن، دي جملة تعقيبية، مين اللي هيكتب حتى الآن؟ وقد حدثت هذه التنقيحات في فترة ما بعد النفي، يقصد هنا عزرا، ان عزرا مش عزرا ذاته ممكن يكون كتب، بس عزرا بدأ منهج الكتبة واقتباس من مقاله المسيح عن اليهود في عصره، على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيين، طبعا بيقول بعد كده بمثل ما قالوا ففعلوا وبمثل ما يفعلون فلا تفعلوا لأنهم منافقون يقولون ما لا يفعلون، بس فعليا على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيين هم اللي كانوا بيكتبوا. وزي ما قلنا عزرا عموما ممكن يطلع نتاج العملية دي، ان حصلت عملية تحرير فعشان ينسبوها لحد نسبوها كلها العزرا، مع انها حصلت مع كذا كاتب. وفي الاخر الله اعلم بالحقيقة. نكمل وجهة نظره في الاسفار، في حين كان وضع الكتاب الخامس اي سفر التثنية مختلفا تماما لانه حمل مصطلحات مميزة لا يشارك فيها اي من المصادر الاخرى، كما تضمن ادانة شديدة لعبادة الالهة الاخرى. بعض زي ما قلت جبنا بعض اسفار من التوراة عادي بتقول ان في الهة، بس يهوه ده اله اليهود والمفروض يعبدوه لان هو الههم هم مش اله الناس التانيين. وطرح تصورا جديدا لله ككائن متعال جدا، ونص على التحريم المطلق لتقديم اي قرابين لآلهة اسرائيل في اي مكان سوى الهيكل في اورشليم. طبعا صفة التثنية ما بيقولش كده، ما قالش الهيكل، قال المذبح. وقد اعترف العلماء منذ عهد بعيد بارتباط محتمل بين هذا السفر وكتاب غامض اخر هو سفر الشريعة الذي اكتشفه الكاهن الاكبر حلقية اثناء اعادة بناء الهيكل في عهد حكم يوشيا سنة 622. اتكلمنا عن الموضوع ده 3 4 5 6 مرات، هنذكر النص اللي في سفر اخبار الايام اللي بيشرح الكلام ده، والقصة موجودة برضو في سفر اخبار الملوك الثاني، بس هنا اختصارا مش هنذكرها من مصدرين، يعني يكفي مصدر اخبار الايام. وقد أصبحت هذه الوثيقة كما يروى سفر الملوك الثاني مصدر، هو بيتكلم على أنها في سفر الملوك الثاني زي ما قلت، موجودة أيضا في سفر أخبار الأيام الثاني، وأنا المقطع اللي أنا جاي هجيبه لكم في النهاية كاستشهاد يحكي الرواية من سفر أخبار الملوك الثاني مش من سفر أخبار الأيام. فكده الوثيقة اللي عملها دي عايز، طبعا يوشيا بيحكي ان هو اخدها مصدر لاصلاح دين، ولو ان في السفر بيقول ان الاصلاح حصل قبل الوثيقة، يعني الوثيقة جت كخطوة تالية. مهم ان القصة التاريخية المترابطة التي ترويها الاسفار التي تلي اسفار التوراة الخمسة اي اسفار يشوع والقضاء وصمويل والملوك ذات صلة وثيقة جدا بسفر التثنية لغويا ولاهوتيا،
إلى حد أن أصبح العلماء منذ منتصف أربعينات القرن الماضي يطلقون عليها عبارة التاريخ التثنوي. لقد حرر هذا العمل أكثر من مرة أيضا، اللي هي الأصفار اللي جت بعدها. هو بيقول إن الأصفار بتاعت يوشع والقضاء مرتبطة بسفر التثنية. الموضوع فيه جزء مش عارف اقولها لكم ازاي، يعني جزء ان هم ايه الاوروبيين عايزين فكر متساهل شويتين، ففصلوا الاصفار الاربعه التانيين عن سفر التثنية عشان ياخدوا بعض الجمل والعبارات بمعنى ما فيهوش توحيد، وبالتالي فالدعوة للتوحيد والدعوة لعدم عبادة آلهة تانية اللي بتظهر بعد كده في الأصفار التانية يقول لك دي متاخدة من صفر التثنية. ما يا رب تكون بس المعلومة وصلت، لأن أنا مش عايز أدوس على النقطة دي أوي. وقد حرر هذا العمل أيضا أكثر من مرة أن هذا التاريخ تم تأليفه أثناء فترة النفي في محاولة للمحافظة على تاريخ وثقافة وحضارة وهوية الأمة المقهورة بعد كارثة دمار أورشليم، اللي هو التاريخ بتاع أصفار الملوك، في حين يقترح علماء آخرين بأنه بشكل رئيس تم كتابة التاريخ التثنوي في أيام الملك يوشيا لخدمة عقيدته الدينية وطموحاته الأقليمية، وبأنه أنهى وحرر بعض عقود قليلة وحرر بعد عقود قليلة في المنفى. يعني بمنتهى البساطة خلاص، يبقى الفكر التوحيدي اللي موجود في سفر الملوك إن بني إسرائيل، أو سفر القضاء وسفر يشوع إن بني إسرائيل كل ما يكفروا الرب بيعاقبهم لحد ما يرجعوا لطريق التوحيد وعبادة الإله الواحد، ده فكر يوشيا فقط، فاليهودية ما كانتش كده. أما كتاب أخبار الأيام الأول والثاني اللذان يشكلان التأليف التاريخي الكبير الثالث في الكتاب المقدس الذي يعالج تاريخ شعب إسرائيل قبيل عهد النفي، فقد تم وضعهما في القرن الخامس أو الرابع، أي بعد عدة قرون من الأحداث التي يصفانها، ويميل المنظور التاريخي للكتابين بشدة لمصلحة الإدعاءات التاريخية والسياسية لسلالة داوود ولأورشليم، ويهملان الشمال كليا تقريبا. مرة تانية الكلام لا مش، او انا ما حسيتهاش كده يعني. ممكن لو انت ركزت فيها تلاقي سفر اخبار الملوك بيدي لدوله، لا سفر اخبار الملوك برضه بيدي لدوله يهوذا حجمها وحجمها بشكل كبير، وانت بتقول ان يوشيا اللي كاتبه، والعائدين من السبي عزرا اللي كاتبه، والاثنين سواء يوشيا او عزرا الاثنين من دولة يهوذا من الجنوب، واحد كاهن واحد ملك من بني يهوذا، والتاني كاهن ابن سرايا الكاهن الهيكل اللي موجود في القدس، فبالتالي الاتنين من يهوذا. طب مين اللي كتب عن الشمال؟ يعني في وجهة نظر اللي بيحكيها دي، ما هي ما بتقولش جيت منين وجهة نظر الشمال، واحنا اصلا ما نعرفش في وقتنا الحالي حد من الشمال خالص الا اللي هم اسمهم السومري السامرة، اليهود السامرة اللي هم ليهم التوراة السامرية بس. فلو انت ادعيت ان سفر اخبار الايام والملوك الاول والثاني دول كانوا اخبار الايام الاول والثاني كان بيتكلم عن اورشليم بصفة كبيرة لان عزرا كان من بني السبي، فيوشيا بنفس الطريقة كان ملك لأورشليم، فبالتالي كان المفروض برضو يركز بصفة كبيرة على الشمال على الجنوب مش الشمال. وكما سنرى في الفصول القادمة، لقد زودنا علماء الآثار بأدلة كافية لدعم الاعتقاد الجديد بأن اللب والجوهر التاريخي للتوراة والتاريخ التثنوي إنما تم تدوينه جوهريا في القرن السابع قبل الميلاد. لذا سنلقي الضوء على مملكة يهوذا في القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد، وهو الزمن الذي بدأت فيه العملية الأدبية بجدية. بالتالي زي ما شفنا وجهة النظر عموما التاريخية هي مش بتقول القرن السابع والثامن، هي بتقول ان دي احداث تاريخية
واسماء المدن بعدها، ما اخدش الاسماء اللي هو اللي مكتوب في الكتاب المقدس الا في عصر متاخر جدا. لكن ده مش معناه ان الكتاب اتكتب في القرن السابع، ممكن يكون اتكتب فعليا بعد السابع بصفه كامله. هنروح بقى للجزء في الكتاب المقدس اللي بيتكلم عن يوشيا الملك، وجبنا سيرته قبل كده في قصة النبي إلياس، لما قلنا إن في أحد الأنبياء تنبأ إن هيجي ملك اسمه يوشيا، وهو ده القديس اللي هيفتح القدس، وقلت القديس أو المسيح اللي هيطهر العبادات ويرجع مجد إسرائيل. وقلت بما إن يوشيا ما عملش كده فده ممكن يوحي ان يوشيا كان ليه دور، او في زمنه كان فيه دور من عمليات الكتابة، جزء من عمليات الكتابة اللي حصلت. فده المرة الوحيدة اللي ذكرت فيها يوشيا، مش الوحيدة يعني، من المرات القليلة اللي اتكلمت فيها عن يوشيا الملك. اصلاحات يوشيا. كان يوشيا ابن 8 سنين حين ملك، وملك 31 سنة. طبعا الناس لازم يبقوا عارفين ان قبل يوشيا كان في ملك اسمه امون، وده كان كافر، واول وقبليه ملك كمان نفس الموضوع كان كافر، ومش كافر يعني، ماشي في طريق غير طريق الرب. وجد جده يعني جده الكبير حزقية، هو او جده حزقية هو كان اخر ملك مؤمن، وده اللي كان ايامه اشعيا الملك، ومسك بعديه منسى، وبعد منسى مسك امون. ومنسى هو المفروض قتل اشعياء، في التلمود مكتوب ان هو بالمنشار قسم النصين بالمنشار. فكان في فترة صحوة ايمان في عهد حزقية، وبعدين 2 ملوك كفرة منسى وامون، وبعدين جه يوشيا ومسك وكان عمره 8 سنين. في السنة الثامنة من ملكه، إذ كان بعد فتى، ابتدأ يطلب إله داود أبيه. وفي السنة 12 ابتدأ يطهر يهوذا وأورشليم من المرتفعات والسواري والتماثيل والمسوكات، وهدموا أمامه مذابح البعاليم وتماثيل الشمس التي كان عليها من فوق قطعها، وكسر السواري والتماثيل والمسبوكات ودكها، ورشها على القبور الذين ذبحوا لها، وأحرق عظام الكهنة على مذابحهم، وطهر يهوذا وأورشليم. يبقى هو مسك وهو عمره 8 سنين، 8 سنين ما نعرفش ايه اللي حصل فيهم. لما كبر وبقى عنده 8 سنين بدأ يطلب إله داود أبيه، أبوه الكبير يعني، لأن كل الملوك المفروض بتوع يهوذا من نسل داود. وفي السنة ال 12 بدأ إن هو يعمل عملية تطهير كاملة، وشال كل الآلهة التانية، وشوف كمية الآلهة اللي هو شالها. وفي السنة 18 من ملكه، بعد أن طهر الأرض والبيت، أرسل شافان ابن أصلية وكذا واحد تاني لأجل ترميم بيت الرب إلهه، فجاءوا إلى حلقية الكاهن العظيم. طبعا احنا فاكرين نسب عزرا، عزرا ابن سرايا ابن عزريا ابن حلقية، فبالتالي حلقية ده جده الكبير. وكل الناس اللي جم من بعد المفروض دول رؤساء كهنة، وسرايا أبو عزرا هو كان الكاهن آخر كاهن أعظم، لما يبوخذ نصر هد الهيكل ومسكوا أعدم. المهم، فجاءوا إلى حلقية الكاهن العظيم وأعطوه الفضة المدخلة إلى بيت الله التي جمعها اللاويون حارسوا الباب من منسى وإفرايم ومن كل بقية إسرائيل ومن كل يهوذا وبنيامين، ثم رجعوا إلى أورشليم. يعني الناس جمعوا فلوس من إسرائيل الشمالية وجابوها لإسرائيل اليهودية، وقالوا لإسرائيل الجنوبية اللي هي مملكة يهوذا، وقالوا لهم خدوا ده عشان تعموا بيه بيت الرب، ودفعوها لأيدي عاملي الشغل الموكلين في بيت الرب، فدفعوها لعاملي الشغل الذين كانوا يعملون في بيت الرب لأجل إصلاح البيت وترميم. وعند إخراجهم الفضة المدخلة إلى بيت الرب، وجد حلقي الكاهن سفر شريعة الرب بيد موسى، فأجاب حلقية
وقال لشافان الكاتب: لقد وجدت سفر الشريعة في بيت الرب. وسلم حلقية السفر إلى شافان. فجاء شافان بالسفر إلى الملك، ورد إلى الملك جوابا قائلا: كل ما أسلم ليد عبيدك هم يفعلونه، وقد أفاغوا الفضة الموجودة في بيت الرب ودفعوها ليد الوكلاء ويد عامل الشغل. وأخبر شافان الملك شافان أو شافانه الكاتب الملك قائلا: قد أعطاني حلقية الكاهن سفرا. وقرأ فيه شافان أمام الملك. فلما سمع الملك كلام الشريعة مضق ثيابه، وأمر الملك حلقية وأخيام وكذا حد تاني، وقال: اذهبوا اسألوا الرب من أجلي، من أجل من بقى من إسرائيل ويهوذا، عن كلام السفر الذي وجد، لأنه عظيم غضب الرب الذي انسكب علينا من أجل أن أبائنا لم يحفظوا كلام الرب ليعملوا حسب كل ما هو مكتوب في هذا السفر. مبدئيا ايه اللي حصل؟ ان الملك يوشيا كان في عهده جمع فلوس في الغالب من يهوذا، من مملكة اسرائيل الشمالية اللي ما كانش لسه سرجون هدمها او سرحدون ما كانش لسه غزاهم، وجمع منهم فلوس عشان يرمموا الهيكل اللي موجود في اورشليم. فالفضة دي دخلت قدس الاقداس لحد البناء ما يتم كمكان تحفظ فيه عشان ما تدخلش في اموال الدولة. جه حلقية الكاهن الاعظم في الوقت ده بعد ما العمل خلص وهو بيطلع الفضة من قدس الاقداس، شاف سفر الشريعة. طب ما شافهوش قبل كده الاول ازاي؟ الصراحة اليهود عندهم اجابة، بيقولوا في التلمود ان المفروض قدس الاقداس ده اوضة ضلمة محدش بيدخلها الا الكاهن الاعظم. هم شارحينها وشارحين كل تفصيلها، بس المهم محدش بيدخلها الا الكاهن الاعظم، وبيبقى داخلها لوحده في الضلمه، محدش داخلها معاه، والناس رابطينه بحبل عشان لو مات يسحبوه. وبالتالي فوارد ان السفر يكون موجود بقاله الاف السنين ومحدش شافه. ده وجهه النظر اليهوديه، رغم ان كان في مليون ملك كافر ومليون، يعني مش مليون مليون، يعني كان عديد من الملوك الكفر وعديد من رؤساء الكهنه الكفر اللي دنسوا الهيكل نفسه، وبالتالي ما اعتقدش ان هم كانوا كلهم ملتزمين بالتعليمات يعني. فالمهم لما دخلت الفضه ودخل حلقيه عشان يطلعها، فاكيد وهو في الضلمه مش هيطلع كل حاجه صح، فطلع حاجات كتير من اللي جوه عشان يشوفها في النور. فشاف سفر شريعة موسى. فلما راح للملك اللي هو كان يوشيا، طبعا اول ما اكتشف ان هم في الشمال خالص، يعني هم مش عارفين رغم كل اللي كان عامله فوق. فقال لهم: روح اسألوا الرب. طبعا يوشيا كان في عهده نبي اسمه ارميا، راحوا سألوا ارميا، هتكتشف ان عمل حاجة غريبة برضو. فذهب حلقية والذين امرهم الملك الى خلدة النبية امرأة شالوم ابن تقوها ابن حصرة حارس الثياب، وهي ساكنة في اورشليم في القسم الثاني. راحوا النبية اسمها خلدة وكلموها كذا، فقالت لهم: هكذا قال الرب إله إسرائيل، قولوا للرجل الذي أرسلكم: هكذا قال الرب، أنا ذا جالب شر على هذا الموقع وعلى سكانه، جميع اللعنات المكتوبة في السفر الذي قرأه أمام ملك يهوذا من أجل أنهم تركوني وأوقدوا لآلهة أخرى لكي يغضوني بكل أعمال أيديهم، وينسكب غضبي على هذا الموضع ولا ينطفي. أما ملك يهوذا الذي أرسلكم لتسألوا من الرب، فهكذا تقولون له: هكذا قال الرب إله إسرائيل من جهة الكلام الذي سمع من أجل أو من جهة الكلام الذي سمعت من أجل أنه وقد رق قلبك وتواضعت أمام الله حين سمعت كلامه على هذا الموضع وعلى سكانه، وتواضعت أمامي ومزقت ثيابك وبكيت أمامي، يقول الرب: قد سمعت أنا أيضا، ها أنا ذا أضمك إلى أبائك فتضم إلى قبرك بسلام. ركز مع العبارة: ها أنا ذا أضمك إلى أبائك فتضم إلى قبرك بسلام.
طب التانيين هيموتوا بحد السيف، ماشيين كده مع السبي. وكل الشر الذي أجلبه على هذا الموضع وعلى سكانه لا تراه لا ترى عيناك. فردوا على الملك الجواب، المفروض هو فعليا ما شافش الشر، ما شافش السبي لأنه كان بعده بملكين. وأرسل الملك وجمع كل شيوخ يهوذا وأورشليم، وصعد الملك إلى بيت الرب مع كل رجال يهوذا وسكان أورشليم، وقرأ في أذانهم كل كلام سفر العهد الذي وجد في بيت الرب. وده بيفكرنا شوية بنفس اللي عزرا عمل. وقف الملك على منبره وقطع عهدا أمام الرب للذهاب وراء الرب ولحفظ وصاياه وشهاداته وفرائضه بكل قلبه وكل نفسه. وبعدين عمل يوشيا في أورشليم فصحا للرب، وذبحوا الفصح في الرابع عشر من الشهر الأول، ده عيد الفصح يعني. وطبعا بما ان الكاتب كان فهو مهتم بالفصح وبالحاجات دي. وفاة يوشيا. بعد كل هذا، حين هيأ يوشيا البيت، صعد نخو ملك مصر الى كركميش ليحارب عند الفرات. فخرج يوشيا للقائه فارسل اليه رسلا يقول: مالي ولك يا ملك يهوذا؟ لست عليك انت اليوم، ولكن على بيت حربي، والله أمر بإسراعي، فكف عن الله الذي معي فلا يهلكك. هنا نقطة عجيبة، المفروض يوشيا هو اللي مؤمن، وناخو ملك مصر كان وثني ابن إبسماتك، واللي جاي بعديه أحمس الثاني أمازيس. فالرب كان مع مين؟ هنا بيقولك معناه. ولم يحول يوشيا وجهه عنهم، بل تنقل لمقاتلته ولم يسمع لكلام نخو من فم الله. نخو ابن ابسماتك يا جماعة، ده كان بيعبد اسمها ايه اللي موجودة، نيت، الالهة نيت اللي في الشمال في مدينة ساي. مش يمكن نخو كان مسلم في فائت، ما نعرفش. بل جاء ليحارب في بقعة مجده، واصاب الرماة الملك يوشيا. فقال الملك لعبيده: انقلوني لانه جرحت جدا. فنقلوا عبيده من المركبة واركبوه على المركبة الثانية التي له، وصاروا به الى اورشليم. فمات ودفن في قبور ابائه. وكان كل يهوذا واورشليم ينوحون على يوشيا. ورث ارميا يوشيا. طبعا لما بتيجي تقرا مراثي ارميا اللي موجودة في الكتاب المقدس مش هتلاقي فيها الجزء ده، وهي مكتوبة في المراثي. افتح كتاب المراثي مش هتلاقي الكلام ده موجود. وطبعا هنا النقطة الغريبة العجيبة، ان ناخو اللي تكلم بفم الرب ده، غير كمان الوعد اللي ادافه على دين النبية اللي اسمها خلدة، المولى يعني وحاشى الله سبحانه وتعالى ان يأتي بوعود ولا يفيها، انه هينضم بسلام لقبور ابائه. لا، يوشيا مات مقتول في المعركة، ده في نفس الكتاب. المهم، عموما في شواهد بتقول ان الكتابة بدأت في عصر يوشيا، منها زي ما قلنا في سفر اخبار الملوك في الجزء الاولان بتلاقي اللي هي النبوءة ان يوشيا هيجي ويعمل حاجات يوشيا عملها، ودي ممكن تكون نبوءة نبوية فعلا. لكن هنلاقي بعد كده اشياء تانية يوشيا لسه ما عملهاش، زي انه هيحكم اسرائيل كلها، انه هو ممكن يكون المسيح المنتظر. الكلام ده ما حصلش. فبالتالي هي لو تأليف تاريخي مش هيتحط، فواضح ان التأليف كان في عهد يوشيا الملك نفسه. كمان لو بصينا على اسفار الملوك اللي وصل، اسفار الانبياء اسف، اللي وصلت لنا، هتلاقيها بتبدا باشعياء. اشعياء في عصر حزقية، حزقية جد يوشيا، وبالتالي ده زمن قريب جدا منه. اللي قتل اشعياء الملك منسى، هو عم يوشيا، وكان ميت قبليه فتره قصيره. فبالتالي هو كان يسمع عن اشعياء، وبعدين بعد إشعياء أرميا وحزقيال، وكلهم حتى الأنبياء الصغار كلهم جايين في الفترة دي، من يوشيا لحد السبي، وأثناء السبي البابلي لحد ما في النهاية آخر أنبيائهم اللي هو ملاخي، المفروض بعد العودة من السبي وكتابة الأسفار.
وبعض الناس بتقول ان هو عزة، وبعض الناس بتقول ان هو شخص مختلف. فبالتالي انت بتبقى عارف ازمان الكتابة، يعني واضح ان في كتابة بدأت في عصر يوشيا الملك، وان كل اللي كانوا في عصر يوشيا الملك، ممكن يكون كل اللي كتب في عصر يوشيا الملك اخبار الملوك الاول والثاني، وكتب تاريخ ابائه ونضاف عليهم الملكين اللي جم بعده، يوهاكين ويهايقيم وصدقية، ثلاثة بس، وبعدين حصل السبي خلاص. لكن ده ما يمنعش الاضافات اللي حصلت، زي ما قلنا ان لو قلنا ان يوشيا اللي كتب، طب مين اضاف اللي بعده؟ يهايقين، هتلاقيه ويهايقيم، شوف اسمائهم هنا في الجنب اهو على اليمين، ده اسماء الملوك اللي مسكوا بعد يوشيا: يهو احاز، يهايقيم، يهايكين، وصدقية، وبعدين سقوط أورشليم. في ثلاث ملوك انضافوا وكتبوا بعد عصر يوشيا، وسقوط أورشليم بالكامل، وكورش يأمر بعودة المسبيين. طبعا احنا عارفين ان السفر ده كتبه عزة، لكن سفر اخبار الملوك الثاني في نفس الكلام برضه، سفر اخبار الايام بعد اخبار الملوك الثاني نفس الفكرة، بعد يوشيا ما عمل كلام الرب برضه بيموت، ولم يكن قبله ملك مثله، وبعدين بيمسك بعديه يهو أحاز، نفس الموضوع تاني، يهايوكيم، وبعدين على ايدك اليمين يهايوكين، وبعدين صدقية، وبعدين سقوط أورشليم، وإطلاق سراح يهايوكيم في سنة 37 لسبي يهايوكيم ملك يهوذا في الشهر الثاني عشر، طبعا في عصر ويل او ايميل مردخ، وبيقولوا انه ايميل مردخ اطرق يهايوكين لان يهايوكين ابوه، مش هندخل في القصة دي، بس زي ما شفنا كده، يعني حتى لو قلنا ان يوشيا هو اللي الف سفر الملوك الاول والثاني او اتالفت في عهده، فلا الموضوع كان مستمر. وفي الغالب ممكن التشابه ما بين ده وما بين اخبار الايام بيقول ان دي من تعديلات عزرا، لان كتاب عزرا الاول كان بادئ من يوشيا الملك، وكتاب عزرا الاول زي ما قلنا دي النسخة اليونانية، النسخة السبعينية من كتاب عزرا نحمية، وكان مقدس عند اباء الكنيسة الاوائل. فدي الفكرة، فممكن فدي إضافة على الأقل، لو عايز ما شاركش في الكتابات، وإن أصل الكتابات بدأ في عهد يوشيا، فاللي حط فعايز حط التاتش بتاعه. طيب هل عايز آخر واحد حط تاتش؟ يعني هو الكتاب جه عند عايز وعايز أقفله فقفل، فعايز اللي يشيل الليلة؟ للأمانة لأ، وده لسبب، لأكتر من سبب. أولا ان بني اسرائيل نفسهم تراجعوا عن الرب بعدها، وحصل لهم غزو وسبي من براهم مرة تانية، الهيكل اتدمر مرتين كمان، مرة في عهد اسمه ايه، في عهد انتاخيوس الثالث او انتاخيوس العظيم، وبيقول هو ما هد الهيكل وسرق اللي جواه، وطبعا اللي اعاد بناء الهيكل كان هيرودس، وهيكل هيرودس كمان تيتس القائد الروماني اللي بقى امبراطور بعد كده هو اللي دخله ودمره. فدي مرتين اتدمر، مرتين اتعرضوا للسبي. زي ما قلنا كمان انت في بعض الاسفار فيها افكار يونانية، والفكر اليوناني ما انتشرش في المنطقة الا بعد دخول الاسكندر المقدوني، ففي تعديلات حصلت بعد الاسكندر المقدوني. جيروم زي ما قلنا من النسخة السبعينية حذف أصفار وهو بيترجمها في القرن الرابع الميلادي، في أجزاء اتضافت في العهد الجديد في القرن الخمستاشر، في حاجات كتير زي كده يعني. فما تقدرش تلبس عزرا نفسه الليلة، ولو إن مع القصة دي مع المحتوى اللي احنا شايفينه
فلو عزرا فعليا هو اللي كاتب الكتاب الكبير ده كله، فعزرا ما كانش نبي، عزرا نقل او كان معاه نسخة من الكتابات بتاعت يوشيا، هو اضاف عليها، واضاف عليها مش بس كتابات من عنده لا، وكتابات من ناس تانية كمان كانت موجودة في المنطقة، نفس ما عمل مجمع يمينة بعد كده في عصر يوحنان بن زكاي بعد تدمير الهيكل الثالث اللي حصل على يد تيتس الروماني، ان هو جاب المدارس الكبيرة ووصل لصيغة توافقية، فكل مدرسة كان ليها اصفار مش عايزة الاصفار دي تروح حطها لها، هو خلاص طالما انت مصمم على ايستر هحطه لك، انت مصمم على اقبال ايام هحطه لك، الدنيا مشيت كده. فممكن يكون عايزها مشيها كده، او ان عايزها كان نبي وكل اللي عمله ان هو رجع سفر الشريعة فقط، سفر التثنية اللي ليه مكانة مختلفة، وزي ما قلنا الشريعة هو بعض اصحاحات من سفر التثنية فقط لا غير، وده اللي عمله عزرا، واتبنى على السفر ده كل الكتاب اللي احنا شايفينه ده من الكتابات القديمة اللي بني اسرائيل لقيتها بعد كده في فترات تانية بعد العودة من السبي. اتمنى ان الحلقة تكون فيها افادة، اتمنى انها تكون عجبتكم، اتمنى ان انا ما كنتش طولت عليكم، والى هنا تنتهي حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.